بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة. وصاحب هذا الكتاب ومؤلفه هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن، يعني هو كنيته أبو محمد واسمه عبد الله، وأبوه كنيته أبو زيد واسمه عبد الرحمن، فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تعالى. ولد سنة 310 أو 316، يعني قولان في ولادته، كذلك في وفاته يعني قيل توفي 386 قيل 389، يعني هناك رأيان في ولادته 310 أو 316، والولادة بعضهم قال 386 أو 389. فبصفة عامة من كبار الأئمة والأعلام في القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى، كان إمام المالكية في وقته، وكان يلقب بمالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، وهو من أهل القيروان، يعني ولادته ومعيشته في القيروان بتونس رحمه الله تعالى. وكان جليل القدر يرحل إليه من جميع الأقطار، وجمع رئاسة الدين والدنيا، وكان فقيها شاعرا رحمه الله تعالى، مشهودا له بالصلاح والورع. مؤلفاته له أكثر من 30 كتابا، منها كتابان مشهوران في الفقه المالكي، يعني معتمدان في الفقه المالكي، كتاب النوادر والزيادات على المدونة، وكتاب مختصر المدونة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: على كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه، على كتابيه هذين اللي هو كتاب النوادر وكتاب مختصر المدونة، على كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه. وله كتاب الرسالة. كتاب الرسالة هو يعني هذا الكتاب الذي مقدمته في العقيدة التي نشرحها هذه. فالمقدمة يعني هي في الحقيقة ليست كتابا مستقلا، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة التي نشرحها، هذه الورقات اليسيرة يعني في الطبعة التي معنا 7 ورقات، فهي هذه الورقات يعني هي مقدمة كتابه الرسالة. وكتاب الرسالة هو يعني مختصر في الفقه المالكي، هي كتاب مختصر في الفقه المالكي، وهو أول كتاب مختصر في الفقه المالكي، يعني قبله يعني توجد المدونة وغيرها من الكتب المطولة، لكن أول كتاب يعني مختصر في الفقه المالكي هو كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. وكتاب الرسالة هذا يعني اشتمل على مقدمة في العقيدة، يعني هو أيضا سنة حسنة يعني في هذا الأمر، وكان عليها غيره من الأئمة المتقدمين، وكانت يعني غير متبعة في التأليف المتأخرة دائما، يعني كتب العقيدة غير كتب الفقه، لكن الإمام ابن أبي زيد القيرواني افتتح كتاب الفقه بمقدمة في العقيدة، وهذا فعله أيضا أكثر من إمام من المتقدمين، فافتتحه بالعقيدة ثم مسائل الفقه ثم كذلك يعني مسائل في الآداب، وفيه 4000 مسألة، 4000 مسألة، لكن يعني باختصار يعني على طريقة المختصرات، فتجد المسائل يعني ممكن السطر الواحد يحوي عددا كبيرا من المسائل. فكتابه هذا الرسالة لما ألفه
الإمام بن أبي زيد القيرواني كتبت بالذهب وبيعت، يعني مما ذكر في شأن رسالته أنها بيعت في حلقة شيخه أبي بكر التميمي الأبهري، بيعت بعشرين دينارا من الذهب في حلقة شيخه، يعني أبي بكر التميمي الأبهري، فبيعت بعشرين دينارا من الذهب اللي هو نصاب الذهب، نصاب الذهب يعني الناس يعني تنافسوا يعني تزايدوا في أسعارها يسمعون يعني بها وبقيمتها، يعني بالدولارات يعني حوالي تعمل حوالي 3500 دولارا، يعني رغم كتاب مختصر صغير لكن لحرصهم يعني على اقتناء النسخة فتنافسوا فيها حتى وصلت يعني 20 دينارا في بغداد، يعني شيخه هذا في بغداد، يعني هو كتبها في القيروان وصلت إلى بغداد وكان الناس يعني يسمعون بها وتنافسوا في شرائها حتى بلغت هذا المقدار، فاعتنى بها أهل العلم. ومن مؤلفاته أيضا كتاب الذب عن مذهب مالك وكتاب الرد على القدرية وغير ذلك من المؤلفات، وكان إماما يعني جليلا رحمه الله. شيوخه منهم أبو بكر التميمي الأبهري الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أبو بكر بن اللباد وأبو الفضل القيسي وأبو سعيد بن الأعرابي. ومن تلاميذه الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وعبد الله بن الوليد الأنصاري وعبد الله بن غالب السبتي وغيرهم من الأئمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباء للاستعانة والتبرك، فيعني مستعينا بسم الله تعالى متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. فبعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، هذا من تعاريف الحمد، أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء قد يكون بالجميل وهذا هو المقصود هنا، يعني أنه في اللغة يمكن أن تقول أثنى عليه خيرا أو أثنى عليه شرا، فهو ثناء بالجميل في حمد الله سبحانه وتعالى، طبعا هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، يعني قالوا أن لا يقال مثلا حمدت مثلا الزهرة على طيب رائحتها أو حمدت الجوهرة على جمال شكلها، لأن هذا الشيء ليس لها اختيار فيه، يعني الجماد والنبات والحيوان وكذا ليس له اختيار، في الشيء الذي ليس له فيه اختيار لا يحمد عليه، وإنما الحمد يكون في الشيء الاختياري، يعني الذي يستطيع أن يفعله أو لا يفعله، فإذا فعل ما هو جميل حمد، فهذا من تعريف الحمد. والتعريف عرف الحمد أيضا يعني خاصة إذا أردنا أن نعرف حمد الله تعالى، فهو الثناء على الله تعالى مع المحبة له والتعظيم، يعني اللي فات هذا تعريف الحمد يعني بصفة عامة، حمد الله تعالى هو الثناء على الله مع المحبة له والتعظيم له سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتدأ الإنسان يعني أوجده بنعمته، يعني تفضلا منه سبحانه وتعالى، فالإيجاد هو نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان أن أوجده، ووجود الإنسان ممكن، يعني ليس واجبا، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، أما الإنسان فهو ممكن الوجود، يعني كان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فالله سبحانه وتعالى اختار أن يوجد الإنسان، فهذا إنعام منه سبحانه وتعالى على العبد بأن أوجده.
فقال الذي ابتلأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته والتصوير يعني جعل له صورة في الأرحام، أرحام الأمهات، بحكمته سبحانه وتعالى. فاختار الله سبحانه وتعالى لكل إنسان صورته بحكمة منه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الحكيم فيما يفعل وفيما يقضي سبحانه وتعالى. قال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. قال وأبرزه إلى رفقه، والإبراز هو يعني الإخراج من حيز العدم إلى حيز الوجود. فأبرز الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى رفقه، والرفق هو الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة. يعني وهنا في هذين السطرين يعني المؤلف رحمه الله تعالى يعني يثني على الله سبحانه وتعالى بمعاني أسمائه الخالق والبارئ والمصور. من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. فالخالق يعني الذي قدر إيجاد الشيء قبل إيجاده، يعني عند اجتماع هذه الأسماء الخالق والبارئ والمصور، فالخالق هو الذي قدر إيجاد الشيء قبل إيجاده، فهذا هو الخلق هو تقدير إيجاد الشيء. والبارئ هو الذي أبرزه إلى الوجود، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان قد يقدر إيجاد شيء يعني ويصمم يعني تصميما معينا وفكرة معينة وكذا، لكن قد يعجز عن إخراجها وإبرازها إلى الوجود. لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ، يعني ما قدر إيجاده أوجده سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى. وهو المصور يعني الذي اختار لهذا الموجود الصورة التي يكون فيها. فالله سبحانه وتعالى ركب الإنسان في الصورة التي أراد يعني تركيبه فيه. فقال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وما يسره يعني ما سهله له من رزقه. والرزق هو الحظ والنصيب، الرزق هو الحظ والنصيب. ويعرف الرزق أيضا بأنه ما ينفع من حلال أو حرام، يعني ما ينتفع بالإنسان في دينه أو في دنياه، فما ينتفع به في الدنيا سواء كان حلالا أو حراما فإن هذا كله يسمى رزقا. ويشمل الرزق يشمل رزق القلب بالعلم والإيمان، ويشمل رزق البدن يعني بالطعام والشراب والكسوة والذرية وغير ذلك من أصناف النعم، فكل هذا يدخل في الرزق. من حلال أو حرام؟ نعم، يعني حتى الحرام يسمى رزقا لكنه رزق محرم، يعني يعني حتى الذي يأكل من حرام قد رزقه الله تعالى، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني حتى الذي يأكل من الحرام فهو مرزوق يعني أيضا، وإن كان يعني وإن كان هذا الشيء حرام. قال كل من طيبات ما رزقناكم، فالرزق يعني منه طيبات ومنه يعني يدخل في الرزق أيضا الحرام. يعني وهي من مسائل الخلاف الطويلة بين الأشاعرة والمعتزلة، موضوع يعني المعتزلة يقولون الرزق لا يكون إلا حلالا ولا يكون إلا مملوكا وكذا، يعني لكن في كلام السلف يعني ما يفيد أن الرزق يكون يعني يشمل الحلال ويشمل الحرام أيضا، يعني كله رزق. وما ليس مملوكا يعني مثل رزق الدواب يعني يسمى رزقا أيضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال وعلمه ما لم يكن يعلم. وعلمه ما لم يكن يعلم، علم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما لم يكن يعلم، كما في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال سبحانه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون شيئا. فالإنسان يعني كان في بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم علمه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم. قال وكان فضل الله عليك عليه عظيما. قال وكان فضل الله عليه على الإنسان عظيما، والفضل هو الزيادة، الفضل الزيادة، والمقصود هنا الزيادة من الخير. يعني وكان فضل الله عليك عظيما، يعني كل ما يزيد الله تعالى به العبد من الخير فهو فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته. الله سبحانه نبه الإنسان بآثار صنعته. آثار صنعة الله تعالى هذه الموجودات، الموجودات يعني شمس وقمر وسماء وأرض وبحر وشجر وخلقة الإنسان والحيوان وغير ذلك. فهذا كله تنبيه من الله تعالى لعبده على وجود الله سبحانه، على وحدانيته، وعلى يعني أسمائه وصفاته. فهذه الموجودات يعني تدل على وجود موجد لها، وتدل على وحدانيته، لأنها كلها على نظام محكم بديع لا تفاوت فيها بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تدل على عظمة موجدها وعلى قدرته، وعلى أنه الكبير وأنه القوي وأنه العليم، لأنها أوجدها الله سبحانه وتعالى بعلم وحكمة إلى غير ذلك من دلالتها على يعني وجود الله سبحانه وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. وأعذر إليه، أعذر يعني قطع العذر، أعذر أي قطع عذره، فيعني لم يجعل له عذرا. فأعذر إليه على ألسنة المرسلين، يعني أقام عليه الحجة، أعذره يعني لم يبقي له عذرا أن يعتذر به، يقول يعني لم أعلم ولم أسمع ولا. فأعذر الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، يعني قطع عذر الناس بإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب على هؤلاء المرسلين. الخيرة من خلقه، الرسل هم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، يعني هم الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وفضلهم. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح، أن الله تعالى يهدي ويضل، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن الله تعالى لا يضل أحدا، وأن الله تعالى فقط يهدي، ومن الذي ضل فضل يعني بنفسه، وأن الله تعالى لا يضل أحدا. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم، قال إيه؟ من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن شاء الله سبحانه وتعالى أضله، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فمن ضل فهو بمشيئة الله تعالى، ومن اهتدى فهو بمشيئة الله تعالى. فالله تعالى هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا من وفقه بفضله، من وفقه الله تعالى للهداية والتوفيق هو يعني العلم بالحق والعمل به. فوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية، يعني جعله موفقا، يعني علمه الحق وجعله عاملا به. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني مما زاد الله تعالى به بعض خلقه واختارهم ففضلهم وزادهم بأن جعلهم مهتدين. وأضل من خذله بعدله، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في موضعه. فمن خذله الله سبحانه وتعالى، وخذله يعني خلى بينه وبين أسباب الضلال، فخلى بينه وبين أسباب الضلال، فلم يعني يوفقه، لم يعصمه من الضلال، ولم يحفظه
من الضلال، فخلى بينه وبين أسباب الضلال والهلاك فهلك. فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، يعني النفوس التي أضلها الله سبحانه وتعالى هي مستحقة لذلك، هي مستحقة لذلك يعني بعلم الله سبحانه وتعالى فيها أنها لا تستحق الهداية، فأضل من خذله بعدله، يعني وضع الشيء في موضعه، فالذي أضله هي نفوس خبيثة يعني لا تستحق الهداية، ومن هداه الله سبحانه وتعالى فوضع هدايته في النفوس الطيبة التي تستحق الهداية. فأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى، الله سبحانه وتعالى يسر المؤمنين لليسرى كما في قوله تعالى فسنيسره لليسرى. اليسرى يعني فسرت بأنها يعني الخصلة اليسرى التي هي العمل بما يرضي الله تعالى، ففسرت بذلك، وفسرت اليسرى أيضا بالجنة، فالذي يسره الله تعالى لليسرى يعني يسره للعمل بما يرضيه أو يسره للجنة، يعني سهل له طريق الجنة، وبين الأمرين تلازم، يعني فمن يسر الله تعالى للعمل بما يرضيه فهذا معناه أنه يسره للجنة وسهل له الطريق الموصل إلى الجنة وهو العمل بما يرضيه. قال ويسر المؤمنين لليسر، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم، شرح يعني وسع، شرح صدورهم وسع صدورهم للذكرى، يعني لتكون قلوبهم قابلة للتذكير منتفعة به، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، فمن كان له قلب يعني قلب ينتفع بالذكرى، قلب مؤمن ينتفع بالذكرى ويستفيد بها، قلب حي. فقال وشرح صدورهم يعني وسع صدورهم للذكرى، لأن يعني من أضله الله سبحانه وتعالى فقد ضيق صدره، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا المؤلف يعني يشير إلى معنى الآية الكريمة، المؤمن شرح الله تعالى صدره، قال فهنا وسع الله تعالى صدره وشرحه للإسلام، بخلاف من أضله الله سبحانه وتعالى فقد جعل صدره ضيقا حرجا لا يقبل الهدى ولا يقبل التذكير ولا ينتفع به. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، يعني هنا يشير إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل النطق باللسان ويشمل العمل بالقلب إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ويشمل العمل كذلك بالجوارح بما أتت به الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى به الكتب. فهو يعني ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان بالرسل وذكر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكر القدر يعني وأشار إليه في ذكر الهداية والإضلال، وسيأتي كلام عن القدر بعد ذلك، ويأتي أيضا كلام عن البعث. فهذا من مزايا هذا الكتاب يعني على اختصاره أنه شمل أركان الإيمان كلها وأشار إليها في كتابه. قال وتعلموا ما علمهم، وتعلموا ما علمهم
ووقفوا عندما حد لهم. يعني فالمؤمنون الذين يسرهم الله تعالى لليسرى وشرح صدورهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وشمل إيمانهم يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كما سيأتي توضيحه بمزيد تفصيل في ثنايا هذه الرسالة، سيخص الحديث عن الإيمان وكونه قولا وعملا ويزيد وينقص. قال وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، يعني جمعوا بين العلم والعمل، يعني فتعلموا ما علمهم الله سبحانه وتعالى مما أنزله في كتبه وتكلمت به رسله، ووقفوا عند ما حد لهم. والحدود هي التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى فاصلة بين الحلال والحرام، فيعني ما أحله الله سبحانه وتعالى له صوران يحدانه عن يمينه وشماله، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في الحديث للصراط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط يعني صوران. فهناك حد يعني من تخطاه دخل في البدعة والإفراط والزيادة في الدين، وحد آخر من تخطاه دخل في الفسق والمعصية وترك ما فرض الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يسير المؤمن في يعني بين هذين السورين. وقال سبحانه وتعالى والحافظون لحدود الله، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الآية الأخرى فلا تقربوها، فنهى عن قربان الحد وعن تعدي الحد. فيعني إذا تخيل الإنسان أنه في دائرة الحلال الذي أحله الله تعالى، فهناك حد يعني إذا تعدى هذا الحد وقع في الحرام، أو إذا اقترب من هذا الحد فإنه أيضا يقترب من الحرام. فوقفوا عندما حد لهم، يعني لم يتجاوزوا الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. فبصفة عامة يعني الحدود حدود الله تعالى يعني تأتي بمعنى شرائعه، ويعني ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده وما حرم عليهم، فيحفظون حدود الله سبحانه وتعالى. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. وهذا يعني مستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اكفني بحلالك واكفني بحلالك عن حرامك. فاستغنوا بما أحل الله سبحانه وتعالى لهم عما حرم عليهم سبحانه وتعالى. قال أما بعد، أما بعد، أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الغرض المقصود، للانتقال من مقدمة الكتاب أو الخطبة إلى الغرض المقصود منها، أو للفصل بين خطبة الكتاب وموضوعه. أما بعد، ويقال لها فصل الخطاب، يعني فسر بها قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه داود عليه السلام قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فجاء في التفسير وفصل الخطاب أما بعد، أن الله تعالى علمها لداود عليه السلام. وكانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بحمد الله تعالى والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ويقرأ آيات، ثم يقول أما بعد، أما بعد. قال أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، أعاننا الله وإياك. وهذا مما يعني يشرع عند الدعاء للغير أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، فيقول مثلا غفر الله لنا ولك، أو مثلا هدانا الله وإياك.
فيجمع بين الدعاء لنفسه والدعاء لغيره. لكن هذا لا يلزم يعني في كل دعوة، فلو دعا مباشرة لغيره فيجوز ذلك أيضا. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس قال مثلا يا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني لم يقل فقهنا وإياه وعلمنا، يعني في كثير من دعواته عليه الصلاة والسلام لغيره يعني دعا لهم مباشرة، فيصح ذلك. وأيضا مما ورد في السنة أيضا أن يدعو لنفسه ثم لغيره، فيعني يشرع هذا وهذا يعني كلاهما صحيح. فقال أعاننا الله وإياك، فيدعو لنفسه ويعني ولقارئ كتابه عموما ولمن طلب منه تأليف هذا الكتاب خصوصا. يعني هذا الكتاب كما ذكر الشراح يعني هذا الكتاب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، كتبه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله بناء على طلب من يعني صاحب له اسمه أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي. أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي، ولد سنة 340 وتوفي سنة 413، ولد سنة 340 وتوفي سنة 413، كان مؤدبا للصبية ومعلم قرآن، يعلم الصبية القرآن، كان يعلم القرآن للأطفال وكان يؤدب الأطفال. وكما سيأتي يعني بعد قليل سيقول الإمام ابن أبي زيد، يقول فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، وبعد ذلك يعني سيتضح من السياق أنه ألف هذا الكتاب لرجل يؤدب الصبيان وطلب منه أن يكتب شيئا يعني يستعين به في تعليم الأطفال. يعني فهو الكتاب هو في الأساس كتبه لمعلم أطفال حتى يعلم الأطفال يعني ما في هذا الكتاب. نعم سبحان الله، والآن ينتفع به الكبار يعني أكثر. تحفة الأطفال. نعم مثل تحفة الأطفال في التجويد نفسه. وإن كان تحفة الأطفال بعض الشراح يقول يعني الأطفال في العلم يعني بمعنى المبتدئين، مش يعني باب المجاز يعني مش. طيب فإذا الخطاب يعني في قوله أعاننا الله وإياك أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، المدد والمساعدة من الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين في قراءة الفاتحة عموما يعني في الصلاة وغيرها. فقال أعاننا الله وإياك، يطلب المعونة من الله تعالى وإياك يعني لنفسه ولصاحبه، فالخطاب يعني له خاصة ولمن يقرأ كتابه من بعده عامة. على رعاية ودائعه، على رعاية ودائعه، الودائع يعني ما أودعه الله تعالى عند الإنسان من الأمانات، من الأمانات يعني الجوارح التي أعطاها الله تعالى الإنسان هي وديعة من الله سبحانه وتعالى يعني عند الإنسان. و يعني في قوله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني الصلاة أمانة والطهارة أمانة، ويعني وذكر يعني أصناف العبادات كلها أمانات استودع الله سبحانه وتعالى هذه الأمانات يعني عند الإنسان وأتمنه عليها. يعني حتى قال ابن مسعود قال وأهون ذلك الودائع، يعني الأمانة على الودائع أن شخص ترك عندك مالا وأنك تحفظ له المال، قال لا يعني أهون الأمانات، هناك أمانات أكبر وأعظم منها يعني أن الله تعالى يعني استأمنك على الصلاة وعلى الطهارة وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى
يعني فعل ما أوجب وترك ما حرم، فهذه أمانات يعني أعظم وأكبر. فقال وأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، والرعاية يعني الحفظ والصون لهذه الودائع والقيام بحقها، لأن الله تعالى ذكر أهل الكتاب، قال ذكر النصارى، قال فما رعوها حق رعايتها. فقال وحفظ ما أودعنا من شرائعه، وكذلك نحفظ ما أودعنا الله تعالى من شرائعه. ف يعني الإنسان عليه أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، كما في قول تعالى الحافظون لحدود الله، احفظ الله يحفظك، فيشمل هذا حفظ الرأس وما وعى، والحفظ القلب وحفظ البطن وما حوى وغير ذلك، يعني كل هذه الأشياء يعني يحفظها، يعني يقوم فيها بحق الله سبحانه وتعالى ويصونها عن الحرام. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. فإنك سألتني، الخطاب هنا لصاحبه أبي محفوظ البكري، قال فإنك سألتني، اللي هو مؤدب الصبيان الذي طلب منه إيه أن يكتب هذا الكتاب. وكثير من المؤلفين دايما إيه يذكرون في بداية تأليفهم أنهم كتبوها يعني استجابة لطلب طالب طلب منهم أن يكتبوا هذا الكتاب. كثير من التأليف كانت يعني استجابة لطلب بعض الناس، يعني فيكتب المؤلف كتابه ويذكر إيه من طلب منه تأليف الكتاب. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. معنى جملة يعني كلام مجمل، يعني غير مفصل، وإنما يذكر كلاما مجملا مختصرا من واجب أمور الديانة. الديانة أي الدين، فيشمل المراتب الثلاثة: الإحسان والإيمان والإسلام. مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. مرة أخرى بين أن الدين يشمل إيه؟ نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. والدين يعني شامل للمراتب الثلاثة. لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل هذه المراتب كلها. فإذا يعني الدين منه نطق باللسان، ومنه اعتقاد بالقلب، ومنه عمل بالجوارح. فكل مرتبة من مراتب الدين فيها هذه الأقسام. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. يعني يقول أنت سألتني أن أكتب لك الواجب، وتلاحظون هنا الواجب يعني أنه طلب منه، يعني أبو محفوظ البكري طلب من المؤلف ابن أبي زيد أن يكتب كتابا يعني مجملا مختصرا فيه ما يجب من الدين، سواء ما يجب النطق به وما يجب اعتقاده في القلب. لذلك يعني بدأ بمقدمة في العقيدة لأنها من واجبات الدين، وما يجب من عمل الجوارح. قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، يعني لم يطلب فقط أن يذكر له الواجبات، بل طلب منه أيضا أن يذكر ما يتصل بالواجبات من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. أنواع السنن إيه؟ على اختلافها، منها المؤكد ومنها النوافل ومنها الرغائب. والمؤكد يعني هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المؤكدة التي واظب عليها. والنوافل هي يعني السنة التي يعني لم يحدها بحد ولم يظهرها في جماعة، لم يحدها بحد ولم يظهرها في جماعة. يعني هناك مثلا يعني
الأمر مثلا بذكر الله تعالى بالذكرا كثيرا، الأمر ب يعني عموم الأمر بالصلاة والأمر بالصدقة والأمر بالصوم، أو فما كان يعني من صوم غير محدود، يعني لو شخص أراد أن يصوم يوما في سبيل الله من غير، ليس هو يعني مثلا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا يوم اثنين أو خميس أو يوم يعني فيه حد، وإنما يعني صوم يوم أو صلاة ليست صلاة يعني السنة الراتبة أو صلاة يعني سنة محددة كوتر أو غير ذلك مما فيه يعني حد، أو أظهره النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة، فالذي يعني حده بحد يعني جعل له عددا مخصوصا أو وقتا مخصوصا، أو أظهره في جماعة فهذا يقال له الرغيبة، وجمعها رغائب. وأما يعني ما لم يحده بحد ولم يظهره في جماعة فهذا يقال له إيه؟ النوافل. والمؤكد من السنن هو ما واظب عليه وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض المذاهب يفرقون بين أنواع السنن، يعني مصطلح السنة والنافلة والرغيبة، وعند الشافعية أيضا عندهم تفريق بين النفل والتطوع والمستحب وكذا. ولكن يعني من الفقهاء من يجعل هذه كل الأمور يعني يجعلها كلها من المترادفات، يعني السنة والنفل والتطوع والندب والمستحب، فبعض الفقهاء يجعل هذا كله بمعنى واحد، وبعضهم يخص يعني بعض أنواع المستحبات باسم يميزه عن الآخر يعني. لكن بصفة عامة كل يعني المستحبات والسنن والنوافل والرغائب والتطوعات وما أشبه ذلك من الألقاب الدالة على هذا المعنى كلها يقال في تعريفها أنه ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحد، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحد، يعني الشارع طلب منا أن نفعله ليس على وجه الإلزام، فهذا كله يقال له سنة وندب وتطوع ونافلة ورغيبة، فكلها إيه يعني أشياء طلب الشارع فعلها لا على وجه الحد، أو في تعريف آخر ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني هو أصل الفعل يعني يقال رغب في كذا أو رغب عن كذا، ورغبه في كذا أو رغبه عن كذا، الشيء الذي رغبه فيه يعني في فعله يعني، ورغبه عنه يعني أمره بتركه، يعني إذا قلنا إن رغب في كذا يعني حثه على فعل هذا الشيء يعني. فإذا يعني الخلاصة هنا أن صاحبه طلب منه أن يكتب له كتابا مختصرا يذكر فيه واجبات الدين ويذكر أيضا إيه النوافل أو المستحبات أو السنة. قال وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها، يعني أيضا كان الطلب اشتمل على ذكر الآداب، والآداب جمع أدب، وعرف الأدب بأنه ما يحترز به عن الخطأ، ما يحترز به عن الخطأ، فيشمل ذلك يعني آداب اللباس وآداب المشي وآداب الأكل وآداب النوم وآداب يعني الجلوس وغير ذلك. قال قال وشيء، خليها بالكسر كده أحسن عشان إيه، قال وشيء عشان قال من واجبي أمور الديانة بأن نعطف عليها، قال وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. يعني وطلب منه أيضا أن يذكر في كتابه جملا يعني قواعد مجملة من أصول الفقه وفنونه يعني وفروعه، الفنون هنا بمعنى الفروع، يعني أن يذكر له أصول الفقه وأن يذكر فروع الفقه، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره،
فأصول الفقه هي قواعده الكلية وأدلته، فهذا يعني من أصول الفقه. فطلب أن يذكر له أصول الفقه وأن يذكر له يعني فنونه يعني وفروعه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، وهو يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله من قديم يعني كان منتشرا في القيروان وفي البلاد المغرب عموما وفي الأندلس وفي غيرها من البلدان. نعم، وما زال طبعا إلى وقتنا رحمه الله تعالى، وكان هو المذهب المعمول به في مصر إلى أن قدم الإمام الشافعي رحمه الله وتركوا مذهب مالك وأخذوا منه. لكن قبل الإمام الشافعي يعني كان أهل مصر كانوا مالكي. حتى يعني بعض علماء المالكية يعني من كان بينه وبين الإمام الشافعي منافسة وكذا، يعني كانوا يقولون جاءنا هذا الرجل وأمرنا جميع ففرق شملا، يعني كان كل أهل مصر مالكية، فجاء مالك وجاء الشافعي وانقسموا يعني فريقين. غالبا كلنا شافعيين يعني، مصر فيها كل المذاهب موجودة يعني، لكن ما زال يعني يعني اغلب اهل الصعيد مالكيه واغلب. نعم. طيب، قال مع ما سهل سبيل ما اشكل، مع ما سهل سبيل ما اشكل من ذلك، مع ما سهل سبيل ما اشكل من ذلك، يعني كانه ايه طلب منه أن يذكر له ما يسهل يعني ما أشكل، وما أشكل الشيء المشكل اللي هو الذي يحتاج يعني إلى بيان وتوضيح، يعني طلب منه أن يكون الكتاب يعني مختصرا ولكن في نفس الوقت الشيء المشكل منه الذي فيه غموض أن يضع له إيه تفسيرا وتوضيحا يعني. فهو يعني هنا يذكر منهجه في الكتاب، أن هذه الأشياء طلبت منه وأنه سيكتب الكتاب إيه مستوفيا لهذه المطالب يعني. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني ما الذي يسهل المشكل؟ الذي يسهل المشكل هو تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. فالبيان يعني التوضيح وإزالة الإشكال، والتفسير كذلك يعني، فيذكر تفسير الراسخين في العلم المتمكنين منه ويذكر بيان المتفقهين لهذه المواضع المشكلة. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، يعني كما مر أن الذي طلب منه تأليف الكتاب اللي هو صاحبه أبو محفوظ البكري، فهو معلم صبيان يعني، فقال يعني كما تعلم الأطفال حروف القرآن الكريم، فهو يريد أن يعلمهم أيضا يعني العقيدة والفقه والآداب، يعني هذه الرسالة اشتملت على عقيدة وفقه وآداب، فهو يريد أنه كما يعلمهم حروف القرآن يعني ألفاظه أن يعلمهم أيضا معانيه يعني، ويعطيهم أساسيات يعني العقيدة والفقه والآداب. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، يعني الحكمة من تعليم الأطفال معاني القرآن الكريم وتعليمهم يعني أساس الاعتقاد والفقه والآداب، حتى يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، يعني هذه الأشياء تسبق إلى قلوبهم يعني قبل أن يدخل في قلوبهم شيء آخر من الفساد، يعني قلوب الأطفال
خالية لا شيء فيها يعني، وأنت تملأها يعني، فتجعل ما يسبق إليه بدأ. أن دائما يعني التعليم الذي لم يتلوث قلبه يعني بشبهات ولا بباطل يكون أسهل يعني، القلب مثل إناء فارغ وتعبئه، هذا أسهل من أن يكون مملوءا بشيء يعني متسخ وتريد أن تزيل ما فيه ثم تغسله وتنظفه ثم تعبئه، فيكون مجهود أكبر يعني. فالآن ليسبق إلى قلوبهم يعني، تعلمهم الحق والصواب وهم صغار قبل أن يعني تؤخر ذلك، فيتعلموا من أهل الباطل أشياء من الباطل، فحتى يسبق ذلك إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. والبركة هي يعني دوام الخير وزيادته يعني، أن يكون الخير في زيادة ودوام واستمرار يعني، ترجى لهم بركته يعني في الدنيا عند كبرهم وفي الآخرة يعني تعليم الخير ترجى له البركة، تعود عليهم بركته يعني يحصل لهم بسببه خير كثير في الدنيا والآخرة. وتحمد لهم عاقبته، وتحمد لهم عاقبته يعني ترجى لهم به البركة وتحمد العاقبة، تكون العاقبة حميدة في الآخرة. قال فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فيقول أنا استجبت لطلبك وكتبت لك هذا الكتاب. لماذا؟ يقول ما الدافع يعني الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب؟ قال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، ثواب المعلم وثواب الداعي إلى الله. فقال هذا الثواب رجوته لنفسي ولك، لنفسه لأنه يعني أعطى هذا الكتاب فدله على الخير الذي يعلمه، وهو علم المعلم معلم الصبيان وهو سيعلم غيره، فإذا كل منهما يعني علم ودعا، هو علم معلم الصبيان وأعطاه يعني ما ساعده في الدعوة إلى الله تعالى، ومعلم الصبيان أخذ هذا الكتاب وعلمه للصبيان ودعاهم إلى الله تعالى، فكل منهما يرجى له ثواب من علم دين الله تعالى، وثواب العلم يعني وفضله معروف، وثواب من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من دل على الدل على الخير كفاعله، وكما ورد في الأحاديث و يعني في الآيات والأحاديث في هذا المعنى. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، واعلم أن خير القلوب أوعاها، أوعاها يعني أحفظها للخير. أفضل القلوب هي القلوب التي يعني تحفظ الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب وعى الشيء يعني حفظه، هذا معنى الوعاء، مثل الوعاء يعني الوعاء سمي وعاء لأنه يحفظ ما بداخله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل يعني مثل ما بعث من الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بمطر نزل على أرض، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت به الكلأ والعشب الكثير، فكان منها طائفة يعني طيبة قبلت الماء وأنبتت به كلأ وعشبا كثيرا، وطائفة قسم آخر من الأرض يعني أجادب يعني أرض مثل الأرض يعني الصخرية التي تحفظ الماء يعني، هي لم تنتفع به ولكن حفظته لمن ينتفع به، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني ثلاث درجات يعني، في درجة يعني هي تشربت الماء وانتفعت به وأخرجت به عشبا، وطائفة أخرى لا يعني يعني مجرد أن الماء نزل فيها فظل محفوظا فيها إلى أن جاء من أخذ الماء وانتفع به، والطائفة الأخرى يعني لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، الماء يتسرب فيها أو يجري على سطحها لا هي أمسكته، القيعان معناها مستوية يعني
يعني الماء يجري فوقها، لا هي أمسكته ولا هي أنبتت به ولا. فإذا خير القلوب أوعاها للخير التي تحفظ العلم، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يعني قلوب الأطفال، يعني هنا يشير إلى أن قلوب الأطفال أفضل من إيه؟ من قلوب الكبار، للأسباب الآتية. أول شيء أن قلوب الأطفال أحفظ، أوعى للخير، يعني دائما الأطفال أقدر على الحفظ من الإيه؟ من الكبار. وهي يعني كذلك لم يسبق الشر إليها، قلوب يعني نظيفة ولم تتلوث إيه بالشر. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، يعني حتى يثبت ويتمكن يعني الخير في قلوبهم، عندما يغرس فيهم في الصغر فيكون يعني ثابتا ومتمكنا. قال وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. وتنبيه الأطفال على معالم الديانة، يعني على أصول الدين وقواعد الدين، وعلى حدود الشريعة. ومر بنا الحدود يعني أحكام الدين وما شرع الله تعالى من شرائع، والحلال والحرام والفرائض والمحرمات. فقال وحدود الشريعة ليراضوا عليها، من الرياضة يعني ليراضوا عليها، يعني ليتدربوا عليها ويتمرنوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فهذا يعني إيه؟ أولى ما عني به الناصحون، يعني من العناية والاهتمام، يعني أفضل ما ينبغي أن يهتم به الناصحون تعليم الإيه؟ الأطفال، حتى يعني تتدرب قلوبهم على الخير ويعرفوا ما عليهم أن تعتقده قلوبهم وتعمل به جوارحهم. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، يعني أن تعليم الصغار القرآن الكريم أن هذا إيه؟ مما يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في الحقيقة يعني بحثت عن تخريجه، كما نشر طارق ممكن يفيدنا، يعني في الموجود يعني في الذي وجدته رواه الربيع بن حبيب بسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعليم الصبيان يطفئ غضب الرب، تعليم الصبيان يطفئ غضب الرب. هذا مسند الربيع بن حبيب، هذا المسند الذي يعتمده الإباضية من الخوارج، الفرقة الموجودة في عمان، هم يعظمون هذا الكتاب ويجعلونه يعني عندهم مقدما على البخاري وعلى مسلم وعلى كذا. لكن هذا المسند يعني هو عند أهل السنة ضعيف، لا يؤخذ به يعني. وطبعا في بعض الأحاديث التي فيه يعني مروية في كتبنا بأسانيد صحيحة، لكن الشيء الذي لا نجد له إسنادا في كتب أهل السنة إلا عندهم، ولا نجده إلا عندهم، فهذا يعني لا يعتمد عليه. يعني أولا الربيع بن حبيب يعني هم يخلطون دايما بين، هناك رجل وثقه يحيى بن معين اسمه الربيع بن حبيب، لكن هذا غير الربيع بن حبيب الخارجي الإباضي الذي ألف هذا المسند، هذا شخص آخر يعني مجهول، لم يوثقه أحد من أهل السنة ولا يعتمد على روايته وكذا إلى آخر. غضب الله على من؟ فلكن هنا يعني الإمام أبي زيد القيرواني لعله يعني عنده، هل هو يقصد يعني نفس هذا السند اللي عند الربيع بن حبيب، أو لعله يعني سمعه بسند آخر، الله تعالى أعلم. هو قال روية، هذا تضعيف يعني، لا. لكن من جهة المعنى عموما يعني يعني المعنى مقبول، يعني تعليم الأطفال فيه يعني أجر عظيم،
الذي ورد يعني في الأحاديث الصحيحة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة يعني نعم ف يعني اطفاء غضب الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المعنى ورد في بعض يعني الصدقه تعليم الاطفال يطفي غضب الاب على المعلم ولا لا؟ نعم على المعلم، يعني قد بمعنى ان الشيء الذي يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، بمعنى ان الانسان هذا الذي يعلم الصبيان مثلا قد يكون فعل شيئا يعني يجلب له غضب الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الصبيان فيكون هذا كفارة لذنبه وسببا يعني لرضا الله تعالى عنه بعد أن كان الله تعالى قد غضب عليه. يعني كما أن الصدقة يعني تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، ف نعم كما يطفئ الماء النار، نعم. فكما أن الصدقة يعني قد يكون الإنسان يعني مذنبا ثم يتصدق ويكون يعني قد فعل ما يغضب الله تعالى ثم تصدق فيرضى الله تعالى عنه، فعموم يعني الصدقة، فالصدقة قد تكون بالمال وقد تكون بالعلم، يعني فمن هذا الباب يعني المعنى العام لهذا الحديث، يعني رغم ضعفه إلا أنه يعني فضل العلم معروف، والعلم يعتبر بابا من أبواب الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الله تعالى، فيعني المعنى العام مقبول. يعني أن تعليم الصغار لكتاب الله، يعني أن تعلم الصغار كتاب الله، هذا المقصود. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، فالنقش في الحجر يعني يبقى ثابتا. تجدون مثلا يعني إلى الآن توجد مثلا في مصر والعراق وغيرها من البلاد نقوشات حجرية لها آلاف السنين باقية يعني كما هي، فالنقش في الحجر يبقى يعني آلاف السنين باقية. فتعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، يعني يثبت ويظل أثره باقيا موجودا. قال وقد مثلت لك، يعني بينت لك ووضحت لك من ذلك، وقد مثلت لك يعني باب ايه ضرب الامثال، يعني هو نوع من التبيين والتوضيح، يعني فبينت لك ووضحت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. يعني بينت لك ووضحت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، يعني إذا حفظوه انتفعوا به، وما تعلموه يشرفون به، يعني ينالون به الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة، ويسعدون باعتقاده والعمل به، يعني تحصل لهم السعادة ويكونون من السعداء في الدنيا والآخرة إذا اعتقدوا ما في هذا الكتاب وعملوا بما فيه. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. يعني يقول جاء في الحديث يعني قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في مكان الإيه النوم. قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغه. طبعا معنى قوله واضربوهم عليه العشر يعني تجويز للضرب، يعني عند الحاجة إليه يعني وانعدام وسيلة أفضل منه، يعني ليس يعني تحكيما للضرب ولا حثا عليه، وإنما يعني تبيين لجوازه بعد بلوغ عشر، يعني لا قبل هذه السن، إذا دعت الحاجة إليه وانسدت السبل يعني الأخرى في الإصلاح. يعني قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل
قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. يعني يقول يعني هنا يشبه إيه مسألة تعليم الصلاة والنهي عن التفريق والنهي عن الاجتماع يعني في المضاجع والأمر بالتفريق بينهم وكذا، أن هذه الأمور يعني يؤمرون بها للسبع ويعاقبون إذا خالفوها، يعني إذا بلغوا عشرا، وهذا قبل البلوغ. فيقول يعني فكذلك إيه بقية أمور الدين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل يعني بالصلاة ومسألة التفريق في المضاجع، يعني يقول ليس القصد أن هذا منحصر في هذين الشيئين، وإنما يعني كل أمور الدين والعقائد يعلمون إياها يعني قبل البلوغ، حتى إذا بلغوا كانت إيه يعني العقيدة قد استقرت في قلوبهم، وكانت الأعمال يعني قد إيه تعودت عليها جوارحهم، يعني فيدربون على الصيام، والبنت مثلا تدرب على الحجاب، حتى لو كانوا قبل البلوغ يعني لم يجب عليهم ذلك، ولكن حتى تتدرب عليه وتتعود عليه جوارحه. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى، أو يعني في النسخة عندي سبحانه تعالى، بس الأحسن يعني دائما تلف في كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى، لا أدري إذا كان سقط من النسخة أو لا. وقد فرض الله سبحانه وتعالى، حتى يعني لو قلنا سبحانه تعالى لا يضر يعني المعنى صحيح، لكن الأحسن يعني أن تكتب في كتاب الله تعالى لو كان يعني عندي نسخة أخرى فيها وقد فرض الله سبحانه على القلب، ما فيهاش كلمة تعالى، يعني في نسخة أخرى من المقدمة وقد فرض الله سبحانه على القلب، يعني على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. يعني تلاحظون أنه إيه سمى اعتقادات القلب سماها عملا، يعني سمى عمل القلب اعتقادات، ف يعني يظهر هنا أنه يقصد بذلك أعمال القلوب مثل محبة الله تعالى وخشيته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فسمها يعني عملا للقلب وسمها اعتقادا للقلب. فقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. هناك أعمال قلبية وأعمال ظاهرة للجوارح. الأعمال القلبية باطنة، يعني الأعمال القلبية يقال لها الباطنة، والأعمال الجوارح ما يعني أعمال الجوارح يعني التي يعمل بها الإنسان ويكتسب بها الإنسان كاليد والرجل والسمع والبصر، فهذه كلها من الجوارح. قال وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وسأفصل لك من التفصيل وهو التوضيح والتبيين والتفريق بين الأشياء. فقال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره، يعني لأن المؤلف اشترط على نفسه أنه سيذكر الواجبات والسنن والعقائد والآداب ومسائل الفقه، فقال يعني إنه هذه الأمور التي اشترط على نفسه يعني ألزم نفسه بها سيذكرها بابا بابا، يعني يذكر بابا ثم الباب الذي بعده. قال ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، يعني حتى يسهل على المتعلمين فهمه. قال وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وإياه نستخير، يعني نستخير الله سبحانه وتعالى، والاستخارة هي طلب خير الأمرين،
فهو يطلب من الله تعالى أن يرشده لخير الأمرين، إما بصلاة استخارة، يعني لو أخذنا الكلام على ظاهره أنه استخار الله تعالى أن يعني يصلى ركعتين استخارة لله تعالى، أو بمعنى الدعاء، يعني أنه يطلب من الله تعالى ويدعو من الله، يدعو الله تعالى أن يرشده إلى الخير. وبه نستعين، يطلب من الله تعالى العون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، ومن كنز تحت العرش كما ورد في الأحاديث، ومعناها لا تحول عن معصية الله تعالى، أو لا تحول عما يكره سواء في الدين أو في الدنيا، إلا بالله، يعني إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. ولا قوة يعني على الطاعة، أو لا قوة على ما يحمد ويحب من خير الدين والدنيا، إلا بالله، إلا بمعونة ومدد من الله سبحانه وتعالى. إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فصلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة، فهذا التفسير يعني مأثور عن أبي العالية التابعي رحمه الله. والتفسير الآخر للصلاة، لصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، أنها بمعنى الرحمة، يعني افتأت الصلاة بمعنى الرحمة أو بمعنى الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. فقال صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. نبيه عليه الصلاة والسلام، قال وآله وصحبه، فصلى على آل النبي عليه الصلاة والسلام. والآل يعني تارة تأتي بمعنى قرابته المؤمنين به، وتارة تأتي بمعنى عموم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوسع في معناها، فتشمل جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين به. لكن عند الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفقهية الخاصة بالآل، في أحكام من يستحق الفيء ومن تحرم عليه الصدقة وكذا، فهنا يكون الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابته المؤمنين به، وعلى الخلاف بين الفقهاء هل هم بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو المطلب، يعني إلى غير ذلك. وصحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وسلم تسليما كثيرا، يعني سلمه من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، أي القلوب، من واجب أمور الديانات. يعني بدأ هنا إيه بذكر الواجبات التي يعني تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فقال هذا مما يعني يجب أن يؤمن به الإنسان بقلبه وأن ينطق به بلسانه، يجب أن يؤمن به بقلبه ويجب أن ينطق به بلسانه، ويقصد هنا يعني النطق بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله موجودة في سور القرآن الكريم، يعني قل هو الله أحد، وفي سورة الناس، وفي غيرها من سور القرآن الكريم، أن الله إله واحد سبحانه وتعالى. يعني يعتقد ذلك بقلبه ويتلفظ به بلسانه.
أن الله إله واحد، يعني ليس القصد أنه ليس بالضرورة، يعني لا يقصد المؤلف التلفظ باللسان بهذه الصيغة مثلا، أنها ليست صيغة يعني آية أو حديث أو كذا، ولكن يقصد يعني النطق بكلمة الشهادتين، فهذا مما يعني مما يجب، وكذلك أيضا النطق يعني بما في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا من ألفاظ القرآن الكريم في قل هو الله أحد وسورة الناس وفي الفاتحة وغير ذلك مما يفيد هذا المعنى الذي أورده، أن الله إله واحد لا إله غيره. الله سبحانه وتعالى إله واحد، يشمل هذا توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى إله واحد، والإله معناها المعبود، الإله في اللغة المعبود، وعندما نقول إن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الإله، إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه معبود سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته يعني هو وحده الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، وهو سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته يعني لا نصلي إلا له ولا يعني نذبح إلا له ولا ندعو غيره سبحانه وتعالى، فإفراده عز وجل بالعبادة، وهو واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال لا إله غيره، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله غيره يعني لا إله غير الله أي لا إله إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. قال ولا شبيه له، يعني ليس لله تعالى مثيل، لا شبيه له، والشبيه هنا بمعنى المثيل. قال ولا نظير له، أي ليس لله تعالى من يساويه، فالنظير المساوي، فليس لله سبحانه وتعالى يعني مثيل ولا مساو لله سبحانه وتعالى، ولا ولد له ولا والد له سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعني منزه عن ذلك، ولا صاحبة له، والصاحبة الزوجة، والله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وفي قل هو الله أحد فيها قوله سبحانه لم يلد ولم يولد. قال ولا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر كما في كتاب الله تعالى، هو الأول والآخر، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، يعني هنا من المسائل المتعلقة بأولية الله تعالى وآخريته، والجواب يعني عن بعض الإشكالات يعني طريقة السلف الصالح وأهل الحديث، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الأول سبحانه وتعالى، والله عز وجل فعال لما يريد وهو الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الخلق والإيجاد في وقت من الأوقات، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ولم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فقالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعني معطلا في وقت لا عن الأسماء ولا عن الصفات، فلم يزل سبحانه وتعالى يخلق ولم يزل يرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فبناء على ذلك يعني قالوا إيه يعني
يعني جنس المخلوقات، جنس المخلوقات قديم، يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق، لكن المخلوق المعين حادث، يعني ما من مخلوق إلا وله، يعني كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى. أي مخلوق لابد أنه كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق قبله مخلوق، يعني عندما كان هذا المخلوق عدما ليس معناه أنه لم يكن هناك أي مخلوق، كان هناك مخلوق أوجده الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق يعني كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق هو مسبوق إيه بمخلوق، اللي هي مسألة يسمونها تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث في الماضي، يعني كل مخلوق قبله مخلوق، والمخلوق هذا قبله مخلوق، والمخلوق قبله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن إيه معطلا عن الخلق في وقت من الأوقات. هناك يعني قولان آخران، قول المعتزلة يقولون إن الله تعالى يعني كان معطلا عن أسمائه وصفاته، لم يكن له لا اسم ولا صفة، حتى خلق الإيه، لما مثلا خلق المخلوقات اتصف يعني تسمى بالخالق، ولما سمع تسمى بالسميع، لكن يعني يزعمون أنه في وقت لم يكن الله تعالى سميعا ولا بصيرا، ولكن ولم يخلق ولم يسمع ولم يبصر سبحانه وتعالى. والأشاعرة يقولون يعني إن الأسماء قديمة، يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى سميعا وبصيرا وخالقا وقديرا، لكن يعني كان هناك وقت كان سبحانه وتعالى خالقا بدون خلق، يعني الصفة كانت إيه في وقت يعني كان معطلا عن الخلق ثم خلق. لكن طريقة السلف وأهل الحديث كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فاتهموا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بكلام الإيه الفلاسفة، وهذا من الظلم والعدوان. الشيخ الإسلام رحمه الله بين طريقة السلف وطريقة أهل الحديث ومذهبهم غير مذهب الفلاسفة. الفلاسفة يعني يزعمون يقولون بقدم الحوادث أو قدم العالم، بمعنى أن هذا العالم المعين لم يكن عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، يعني يزعمون أنه لم يكن عدما فأوجده الله، لكن يعني وهذا ضلال وانحراف، يعني لأنهم إيه نفوا أن يكون الله تعالى موجدا لهذا العالم، يقول هو العالم نفسه قديم ليس له أول، يعني ولم يكن عدما في وقت من الأوقات، لكن يعني على طريقة السلف وأهل الحديث أن هذا العالم الموجود كان عدما، وكل مخلوق من المخلوقات أنه كان عدما في وقت من الأوقات ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ لا، لا يعارض، بدليل تسلسل الحوادث في المستقبل، يعني وطريقة شيخ الإسلام وأهل الحديث يقولون كما أنه في المستقبل الله سبحانه وتعالى هو الآخر ليس بعده شيء، صحيح؟ طيب لكن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون، خلود فلا موت، فإذا الله سبحانه وتعالى يعني بقى أهل الجنة وكتب لهم البقاء والخلود، لكن بقاؤهم مستمد من إبقاء الله تعالى لهم، يعني بقاؤهم مستمد من إبقاء الله تعالى لهم، يعني ليس صفة ذات لهم أنهم يعني أنهم يعني غير قابلين للفناء، لا هم قابلون للفناء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبقاهم وهم باقون بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهم. فخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، هذا لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء.
فكذلك مسألة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك يعني أيضا المخلوق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى فهو موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، وأنه كان مسبوقا بعدم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. على أي أساس الأشاعرة بيقولوا أن الله كان واخد ما بيخلقش ولا بيخلق؟ على أي أساس يعني عرف منين؟ هو يعني طبعا كلام الأشاعرة هم النفى يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق في ما يشاء سبحانه وتعالى في الماضي، وأن كل مخلوق قبله مخلوق، فهم يعني يقولون أن مقتضى أولية الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يزعمون أنه يلزم يعني من أولية الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن هناك مخلوق في وقت، فكان الله سبحانه وتعالى يعني موجودا وخالقا لكن لا مخلوق. سمع كده يعني. نعم. لكن كما ذكرنا يعني طريقة إيه؟ أهل الحديث يعني يقولون إنه يعني إذا نتكلم عن مخلوق معين فأي مخلوق معين كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى في وقت، لكن جنس المخلوقات عموما لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولم يكن معطلا عن الخلق والإيجاد في وقت من الأوقات، بل سبحانه وتعالى لم يزل يخلق، وهذا لا يعارض أوليته سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الأول الذي لم يسبق بعدم ولا موجد له، لكن أي مخلوق ليس له أولية مطلقة لأنه كان عدما وله موجد أوجده، ووجوده بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، فتبقى صفة الله سبحانه وتعالى ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. نعم. هناك من قال بأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق خلقا آخر قبل الآدميين، وأدخلهم الجنة وأدخلهم النار، فسبقونا بهذا يعني بجنس آخر؟ لا، الجنة والنار يعني خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة لإثابة المؤمنين من الجن والإنس، والنار لعقاب الكافرين من الجن والإنس، فهما مخلوقتان وموجودتان وباقيتان يعني بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهم. لكن مثلا الجنة الآن يعني فيها الحور العين وفيها من يعني من شاء الله سبحانه وتعالى إيجاده فيها، وفيها أرواح المؤمنين تتنعم فيها بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وورد في الأحاديث يعني أنه في الآخرة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل يعني زيادة عن مساكن المؤمنين، فينشئ الله سبحانه وتعالى فيها خلقا فيسكنهم إياها برحمته سبحانه وتعالى. الله تعالى يخلق خلقا في الجنة ويسكنهم هذا الفضل الزيادة الذي في الجنة، فحتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا ويسكنهم الجنة برحمته. نعم، بدون أي عمل ولا حضر الدنيا أصلا ولا شكوى. نعم. سبحانه وتعالى. فيقول ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. فكنها الصفة يعني كيفيتها وحقيقتها، يعني لا يبلغها الواصفون، يعني لا يستطيعون أن يعلموا حقيقة الصفة وكيفيتها، فهذا مما استأثر الله تعالى به. لكن نعلم معنى الصفة، لكن حقيقتها وكيفيتها فهذا مما استأثر الله تعالى به، فنفهم يعني معنى السمع ومعنى البصر، ومعنى الله تعالى سميع وبصير، وأن الله تعالى
ينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن كيف ينزل، كيف يستوي على عرشه، كيف يسمع، كيف يبصر سبحانه، لا نعلم كيفية ذلك، هي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ونؤمن أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق، واستواءه ليس كاستواء المخلوق، وأن جميع صفته على ما يليق به سبحانه وتعالى وليس كصفة المخلوق. لكن نفهم معاني الصفة، يعني لأن صفات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن بلسان عربي مبين، فنفهم معنى البصر ومعنى السمع ومعاني هذه الصفات، لكن على المعنى على حقيقتها وكيفيتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني هناك الاشتراك في هناك القدر المشترك في معنى الصفة بين الخالق والمخلوق، هناك قدر مشترك يعني الذي يفهم به أصل معنى الصفة، يعني معنى أصل معنى الرحمة، معنى السمع، معنى البصر، الإنسان يفهم هذه الصفة، فهناك القدر المشترك هو أصل المعنى، لكن حقيقتها وكيفيتها في حق الله سبحانه وتعالى هذا على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس مثل صفة المخلوق. يعني حتى المخلوقات فيما بينها الله سبحانه وتعالى فاضل بينها في الصفات مع كونها جميعا مخلوقة، ف يعني صفة السمع وصفة البصر واليد والقدرة، وكل مخلوق له سمع يليق به، وحتى إن الإنسان يعني من أضعف المخلوقات، يعني سمع الإنسان يوجد من أصناف المخلوقات ما له قوة سمع أضعف حال الإنسان، وقوة إبصار أضعاف حال الإنسان، وغير ذلك من الأمور، والقدرة والقوة، فهناك القدر المشترك يعني الذي نعلم به أصل معنى الصفة، لكن حقيقتها وكيفيتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه صفة المخلوق سبحانه وتعالى. فقال: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. فالتفكر لا يكون يعني في ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، نتفكر في آيات الله الكونية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالتفكر في آيات الله الكونية اللي هي المخلوقات والموجودات، فنستدل بها على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته، والتفكر في آيات الله الشرعية في آيات القرآن الكريم بتدبر القرآن الكريم، وهو التدبر، التفكر في الآيات الشرعية هو تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه، فهذا هو التفكر المشروع. أما التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى يعني بغية معرفة يعني حقيقة صفته وكنه صفته، فهذا لا يستطيعه عقل الإنسان ولا يدركه، ويعني وليس هو مطلوبا. فقال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني مهما حاول متفكر أن يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى لا يحيط به سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى يعني كل حاسة من حواس الإنسان قدرة معينة، يعني مثلا السمع له حد معين، الصوت إذا ضعف عن شيء معين لا يستطيع أن يسمعه، إذا زاد عن شيء معين لا يستطيع أن يسمعه، البصر كذلك الشيء إذا قرب جدا أو صغر جدا لا يستطيع أن يراه، إذا بعد جدا لا يستطيع أن يراه، إذا حجز حاجز أو حاجب لا يستطيع أن يرى، وهكذا يعني في كل أحوال الإنسان. فكذلك عقل الإنسان أيضا له حد معين، له حد معين لا يستطيع العقل أن يتجاوزه، حتى أيضا له بداية ونهاية مثل السمع والبصر وبقية الحواس التي أعطاها الله تعالى الإنسان، دائما لها بداية ونهاية، يعني تبدأ من شيء معين ما قبله لا يدخل فيها، يعني البصر الشيء لو قرب جدا ألصقه بعينه لا يرى،
لو أبعده جدا لا يرى، لو صبر جدا لا يرى، لو يعني في كل له حد في البداية وحد في النهاية. فكذلك العقل أيضا له بدايات، اللي هي الأشياء التي لا يستطيع العقل أن يعني يستدل عليها، زي الحسيات والبدهيات. يعني أنت عندما تستدل تأتي بقوانين وبراهين ومقدمات وكذا. طيب لو طلب منك تستدل على هذا البرهان نفسه، فممكن تستدل على لغاية توصل لحد لا تستطيع، يعني تأتي إلى بدهية يعني لا يمكن إيه الاستدلال عليها، يعني يستدل بها ولكن لا يستدل عليها، لأن من المسلمات التي يعني من أنكرها الذي ينكر البدهيات يدخل في السفسطة، يعني مثل إنكار البدهيات وإنكار الحسيات التي لا يستطاع البرهنة عليها، يعني كون يعني الشيء المرئي مثلا، إذا مثلا هذا الشيء مثلا الجدار لونه أصفر مثلا، فلو جاء شخص أنت شايف الجدار أصفر وجاء شخص وقال لك لا هذا الجدار أحمر مثلا، أثبت لي أنه أصفر مثلا أو هذا أخضر مثلا، فهو إثبات أنك تراه أصفر، إذا هو يكذب بهذا وشايفه أمامك يقول لك لا هو أحمر، أنت تقول له أصفر لا تستطيع أن تستدل يعني على هذا. فالعقل له يعني بداية تستطيع أن تبدأ منه، وله نهاية أيضا يتوقف عندها، له حدود يعني. فمهما حاول الإنسان أن يستعمل عقله في التوصل يعني إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها، لا يستطيع عقله أن يصل إلى ذلك، حتى لو حاول مهما فعل هو أصلا هذا شيء خارج عن حدوده. الله تعالى جعل العقل حدا لا يستطيع أن يتجاوزه يعني. فقال ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا التوضيح لما سبق، يعني المتفكرون يعتبرون من الاعتبار، بمعنى أصل الاعتبار اللي هو قياس حال على حال يعني، ويأتي بمعنى الاتعاظ يعني أخذ العبرة والعظة. فالمتفكرون يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى، ومر بنا التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات الشرعية، لكن لا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء، والماهية هذه إيه؟ يعني مسبوكة أو مصوغة من ما هو، يعني ما هو أصلها إيه؟ ما هو، فيعني إذا أراد أحد أن يعلم ما هو الله سبحانه وتعالى فلا يتفكرون في ماهية الله سبحانه وتعالى. ومر توضيح المقصود أنه النهي عن التفكر في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة ذاته وصفاته، لكن هذا لا يتعارض مع فهمنا لمعاني أسماء الله سبحانه ومعاني صفاته والإيمان بوحدانيته. فهذا الذي أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه يعني هذا نعلمه ونفهمه، تفكر بمعنى فهم هذه الآيات، هذا مأذون فيه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يطلع أحد على شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع بعض خلقه عليه، يعني ما أطلع الله تعالى عليه رسله وما أطلع الله تعالى عليه ملائكته من العلم، فما خصهم الله تعالى بعلمه وما جعله الله تعالى علما أطلع الناس عليه وأذن لهم في الاطلاع عليه، فلا أحد يستطيع أن يعلم علما لم يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يعلمه. فلا يعلم أحد شيئا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، حتى الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. قال وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. كرسي الله سبحانه وتعالى يعني ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال كرسي الله تعالى موضع القدمين، قال موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، بين يدي العرش كالمرقاة إليه، قال بين يدي العرش كالمرقاة إليه. المرقاة ما يصعد به إلى غيره، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يفيد أن الكرسي أنه غير العرش، وأن العرش أوسع من الكرسي. وورد في بعض الأحاديث مثل السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، يعني نسبة الكرسي إلى العرش كالحلقة في فلاة. ففيه يعني أن العرش أنه أكبر من الكرسي. وجاء في بعض التفاسير المأثورة أيضا عن الحسن البصري وغيره قالوا الكرسي الله تعالى هو عرشه، فالكرسي يعني قد يأتي بمعنى العرش في بعض التفاسير، يعني الطريقة التي يعني يسير عليها شيخ الإسلام رحمه الله كثير من الأئمة يعني عموما في التفاسير المأثورة أنه الأولى الجمع بينها يعني وعدم رد شيء منها. فيعني إذا أردنا أن نسير على هذا فنجمع، نقول يعني أن الكرسي تارة يأتي بمعنى العرش، وتارة يأتي بمعنى موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وأنه يكون بين يدي العرش، فأنه في بعض السياقات يعني قد يشمل هذا المعنى، وفي بعض السياقات يشمل المعنى الآخر. وكذلك هناك تفسير ثالث يعني لكنه ضعيف الإسناد، يعني أنه الكرسي هو علم الله تعالى، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه إما أنه العرش أو أنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. فكرسي الله تعالى وسع السماوات والأرض، يعني يتسع للسماوات ويتسع للأرض، يعني هو أكبر وأوسع. السماوات والأرض يعني هي في الكرسي كحلقة في فلاة. ولا يؤوده يعني لا يثقل عليه سبحانه وتعالى، لا يثقل على الله عز وجل، لا يؤوده يعني لا يكرثه أو لا يثقل لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى، يعني حفظ السماوات والأرض يسير على الله سبحانه وتعالى. قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، فيثني على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى ببعض يعني أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وقال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات في وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم، ومن أسمائه تعالى العليم. فهو العالم سبحانه وتعالى المتصف بالعلم عز وجل الخبير. والخبير يعني أخص من العالم، يعني هو العالم بدقائق الأمور وخفاياها، العالم بدقائق الأمور وخفاياها، فهو سبحانه وتعالى الخبير سبحانه وتعالى. قال المدبر القدير، المدبر القدير سبحانه وتعالى، فهو المدبر يعني من التدبير وهو تصريف
الشيء وتصريف أمره، فهو سبحانه وتعالى المدبر يعني لأمر خلقه سبحانه وتعالى، يعني يصرف شؤونهم سبحانه وتعالى وفق مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى القدير يعني الذي لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. كانت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيض، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجلس في الحجرة وتسمع يخفى عليها بعض حديثها، لا تتبين الكلام، والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. فهو السميع البصير سبحانه وتعالى الذي يرى عباده ويرى أعمالهم وأحوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى. قال العلي الكبير، إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والعلو عند يعني السلف الصالح وفي مذهب أهل السنة يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، فهو سبحانه وتعالى علي بذاته سبحانه وتعالى، علو الفوقية، مستوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى علي أيضا بقهره، يعني سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه سبحانه وتعالى، فهو العلي بهذا المعنى، أمره نافذ يعني، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن أمره. وله علو الشأن، علو المنزلة والقدر سبحانه وتعالى. العلي الكبير سبحانه وتعالى، فهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. وعندما يقول المؤمن في التكبير يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أي شيء يخطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أكبر منه، يعني أي مخلوق الله سبحانه وتعالى أكبر منه سبحانه وتعالى، أكبر من الدنيا وأكبر من أي شيء، يعني الله سبحانه وتعالى هو أكبر منه. وحتى العرش، حتى العرش ورد في الحديث أيضا أن العرش في كف الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلا، يعني العرش هو صغير، يعني هو مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ذكرنا الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أكبر من العرش وأكبر من السماوات ومن الأرض ومن جميع خلقه سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كان الكرسي جزء من العرش سبحانه، الكرسي قبل السماوات والعرش كان حلقة السماء سبحانه وتعالى. قال وأنه فوق عرشه المجيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. ف يعني هنا يثبت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وفوقية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. هنا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى استعمل هذه اللفظة بذاته، وقد وردت في كلام كثير من السلف احتاجوا لاستعمالها ردا على من حصل الفوقية في فوقية الشأن والقهر، يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يعني حصروا الفوقية في فوقية الشأن والقهر، فيقولون فوقية الله سبحانه وتعالى ليس المعنى يعني فوقية ذاته، وإنما أنه فوق خلقه يعني بقهره، ويعني وفوقية شأنه
لكن عندما يأتون إلى الكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا يعني من مزايا هذا الكتاب أن الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري، قبل ابن تيمية وقبل ابن عبد الوهاب وقبل يعني غير، فهؤلاء الذين يزعمون أن ابن تيمية هو الذي أحدث هذه الأقوال ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا، فهذا رد على هذا. إمام فقيه مالكي لا علاقة قبل ابن تيمية بقرون، ويثبت فوقية الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو شيخ المالكية في زمانه وإمام المالكية في عصره، وهذا ليس منفردا به، بل هكذا يعني المتقدمون من أئمة المسلمين من جميع المذاهب المتبوعة كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون فوقيته. والفوقية هنا يعني عندما قال بذاته يعني ردا على من زعم أنها فوقية القهر أو فوقية الإيه الشأن. للأسف يعني شراح مقدمة ابن أبي زيد من الأشاعرة يعني بعضهم يرفع، يعني شوف هنا تأثير النحو يعني في تحريف الكلام، فيقولون وأنه فوق عرشه، يحط لك نقطة وفصلة وكذا، وبعدين يقول المجيد بذاته عشان يخلي الفوقية مش أنه هو فوق العرش. لكن سبحان الله دائما يعني الذي يريد أن يحرف يعني لا يستطيع أن يحرف بقية الكلام، يعني بقية الكلام والسياق يرد عليهم، يعني لأن السياق بعد ذلك لما جاء قال وهو في كل مكان بعلمه، يبقى إذن يعني سياق الكلام أنه يتكلم عن ذات الله قال فوق العرش، ولكن علم الله في كل مكان، فلما جاء عند قال وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، فهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، فبين أن أنه ليس في كل مكان بذاته وإنما في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. فهذا رد، هذا يعني رد عليه. وبعدين بعد ذلك برضو حيجي مرة ثانية ويقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فقال على العرش استوى، فقالوا على الملك احتوى، ففرق بين العرش والملك، لأنهم يعني الأشاعرة يجعلون الاستواء على العرش بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه بمعنى ملكه يعني وحازه في ملكه، ويستشهدون بالبيت المنحول يعني منصوب زورا يعني إلى الأخطل اللي هو يقول ثم استوى بشر على العراقي، نعم بغير سيف ولا دم مهراقي او بلا نعم او كما قال، فقال ثم استوى بشر على العراقي، فيقول استوى بمعنى استولى اي ملك او حاز او كذا، فيزعمون ان الاستواء على العرش بهذا المعنى، وهذا باطل، لانه كما ذكرنا القدر المشترك من الاستواء نستفيده من من قوله تعالى مثلا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فلذلك نجد في تفاسير السلف لما فسروا استوى قالوا على وصعد واستقر وارتفع، وحتى بعض السلف يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره وعن مجاهد وعن جماعة من الأئمة قالوا استوى يعني جلس على العرش، وكان يعني بعض الأئمة يعني يتحفظ يعني على الجلوس لكونها يعني لم ترد في أحاديث مرفوعة أو في أثار عن الصحابة، لكن كثير من يعني أئمة السلف يثبتون يفسرون استوى معنى جلس، والتفاسير الأخرى المأثورة يعني استوى معنى على وصعد واستقر وارتفع، فإذا فسروا الاستواء بهذه المعاني. وأما الملك والاستيلاء إذا فسرنا استوى بمعنى ملكة فهذا ليس خاصا بالعرش، يعني فلو كان الاستواء بمعنى يعني بمعنى الاستيلاء وبعدين فسروا الاستيلاء بالملك، فالله سبحانه وتعالى يملك السماوات ويملك الأرض ويملك كل شيء،
لكان جائزا أن يقال إن الله استوى على أي شيء من المخلوقات، وهذا يعني لا يجوز ولا هم لا يسلمون به، فدل على أن الاستواء أنه شيء غير الملك. ثم إن الاستواء لما فسروه بالاستيلاء، فمن أئمة اللغة يعني من أنكر هذا، قال يعني إن الله تعالى لا يعني استوى على عرشه. فلما قيل أحد أئمة اللغة أظن ابن الأعرابي رحمه الله قال إن العرب لا تقول استولى على شيء إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد، يعني بيّن إيه بطلان هذا المعنى من جهة اللغة، أن العرب لا تقول استولى على شيء إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد. يعني حتى ما تقول استوى بشر على العراق، فهذا بشر كان إيه أميرا واستوى على العراق بمعنى استولى عليها من إيه من منازع ومضاد له، يعني طرده عنه وأخذ الشيء وحازه إلى ملكه وطرد من كان يملكه قبله. فهذا المعنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. يعني الذين يقولون استوى على العرش أي استولى، معناها أن العرش كان في حوزة ملك آخر، والله تعالى يعني أخذه من ملك آخر كان قبله مالكا له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يهربون من هذا ويقول لك لا استوى المعنى استولى، بس استيلاء ليس كاستيلاء المخلوق. فنقول طيب ما احنا نرجع من الاول ونقول يعني استوى، السلف لما قالوا استوى ما قالوا استواء كاستواء المخلوق، وانما قالوا استوى استواء يليق بكماله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله له رساله، وابن القيم كذلك بعده، يعني ذكروا بطلان تفسير استوى باستولى من 90 وجها، يعني وجوه كثيره ترد عليه. فهنا يعني يعني لو حرفوا في هذا الموضع لا يستطيعون تحريف إيه ما بعده من المواضع. ثم إنه لا مناسبة، يعني ما مناسبة أن يقول المجيد بذاته، يعني لماذا لم يقل القدير بذاته والسميع بذاته؟ لكن لما جاء عند لأنه يريد إيه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، والمجيد صفة لعرش الله سبحانه وتعالى، يعني المجيدي هنا صفة للإيه للعرش، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد، يعني لما ذكر العرش ذكر صفة العرش أنه مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ثم قال بذاته أي استواؤه بذاته، ليس استواء ليس الاستواء يعني محصورا في معنى القهر أو ليست الفوقية يعني محصورة في معنى القهر والشأن، وإنما فوقية ذاته سبحانه وتعالى. كيف يحاول البعض يفسر بدقة وتفصيل صفة من صفات الله، بيصف هذه الصفات لتقريب قلوبنا لعقولنا، ولكن الصفة بتاعته غيرنا خالص. نعم صحيح. فما يصحش احنا نصف بالضبط. لكن نعم يعني لكن معنى الصفة لابد ان ايه نفهمه من خلال استعمال يعني هذا المعنى في لغة العرب. فنفهم معنى الصفة يعني أصل معنى الصفة، أما حقيقتها وكيفيتها فهذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. غلط العشائر أن نقول استولى وغلط. صحيح نعم. هذا ما صحيح. قال وهو في كل مكان بعلمه، يعني علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني لا يخفى عليه شيء. ولهذا لما يعني قالوا للإمام أحمد رحمه الله سألوه عن قوله تعالى إيه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقال الإمام أحمد قال إيه قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، قال اقرأ قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقرأ بعدها خاتمة الآية إيه إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن السياق هنا الحديث عن علم الله تعالى، أول آية أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، بعدين ختام إلى آخرها، ثم في ختام الآية إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن هنا إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في الآية الأخرى في سورة الحديد
تجد فيها برضو ايه صفة البصر. ذكرنا بآية الحديد ايوه والله بما تعملون بصير، صحيح. قال وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى تشوفنا ايه يعني معكم ببصره، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، يعني يراهم وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولكن يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم. فإذا لما تجد هنا آيات المعية العامة، لا تجد يعني نصا في المعية العامة إلا وتجده إما فيه العلم وإما فيه السمع وإما فيه البصر، مما يدل على أن المعية هنا يعني بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. فلهذا قال يعني وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى. فيعني ما تحدث به النفس صاحبها فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا حبل الوريد قيل يعني هو إيه؟ عرق يدر في الحلق، عرق يدر في الحلق، أو عرق عند الحلقوم أو كذا. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والحبل يعني قالوا هذا من باب إضافة بعض المفسرين، يعني قال هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، يعني فهو الحبل هو الوريد، فأضاف الله تعالى الحبل إلى الوريد، يعني هو الوريد هو نفسه الحبل. فالله سبحانه وتعالى يعني أقرب إلى الإنسان. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعني علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، يعني ولا الله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم. فمما يعلمه الله سبحانه وتعالى عدد الأوراق وما يسقط من أوراق الشجر، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، وكما في الآية الكريمة. فيعلم الله سبحانه وتعالى ورق الشجر وأنواع الحبوب وما يسقط من ورق وما ولا يعني وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيقتبس من آية سورة الأنعام، والآية هنا تفيد إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات الكتابة أيضا، فكل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. مبين يعني بين واضح جلي. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فأثبت هنا الاستواء. قال وعلى الملك احتوى، فالملك حازه الله سبحانه وتعالى، احتوى الملك، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مملوك لله سبحانه وتعالى.
فهو عز وجل مالك كل شيء سبحانه وتعالى. بالنسبة للمخلوق قد يعني يثبت له ملك عارض، يعني تملك المخلوق لشيء هو بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه، ويكون ملكا إيه عارضا، يعني يزول عنه، إما يزول الشيء المملوك عن الإنسان في حياته يزول ملكه عنه، أو يزول هو الإنسان عنه فيعود إلى الفقر الذاتي. يعني هي صفة الإنسان الفقر في ذاته، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فالإنسان يعني قد يوصف بغنى أو يوصف بملك، لكن هذا شيء عارض له، يعني عرض له بإغناء الله إياه وتمليك الله إياه، يملك الله تعالى هذا الشيء الإنسان، لكن هذا ملك عارض وغنى عارض لا يلبث أن يزول عنه، إما بزوال الإنسان أو بزوال المملوك. يعني الله تعالى قال مثلا وما ملكت أيمانكم مثلا، قال وقال الملك، وقال يعني فهناك ملك يعني للإنسان، لكن ملك الإنسان ليس كملك الله سبحانه وتعالى. فهو الإنسان وما ملك هو مملوك لله سبحانه وتعالى، الإنسان وما ملك وكل ما في الكون هو مملوك لله سبحانه وتعالى. ثم إن غنى الله سبحانه وتعالى ليس لأنه يملك مثلا السماوات أو الأرض أو الأموال أو الناس وما يملكون، وإنما لغناه عنهم سبحانه وتعالى. فهو عز وجل غني عن العالمين، يعني الغنى هو صفة ذات الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا صار غنيا هو ليس في ذاته، ولكن لكونه يقتني ممتلكات، شيء يعني خارج عن ذاته، تشيل منه الممتلكات هي أشياء خارجة عن ذاته تأخذها منه يرجع فقيرا. فلكن غنى الله سبحانه وتعالى أنه غني عن العالمين، ليس محتاجا لا للسماوات ولا للأرض ولا للبشر ولا لغير ذلك. الله سبحانه وتعالى لو إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الله سبحانه وتعالى لو شاء يذهب الخلق هذا كله ويخلق خلقا بدله، فهو سبحانه وتعالى غني عن هذا الخلق بما فيه، ولو شاء لأذهبه كله وأتى بما فيه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ورد في الحديث ذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الجواد يعني الكريم الماجد سبحانه وتعالى، قال عطائي كلام ومنعي كلام، إذا أراد أن يعطي شيئا سيقول كن فيكون. وهذا جزء من حديث أبي ذر رضي الله عنه والذي قبله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، فالله سبحانه وتعالى على الملك احتوى سبحانه وتعالى. هنا تحط صفة الماضي احتوى. نعم يعني كده ما كانش موجود. نعم أحيانا يأتي استعمال الماضي وليس القصد به أنه شيء كان وزال، وإنما كان وهو مستمر وباق، ويكون ذكر صفة الله تعالى بالماضي لبيان يعني قدمها وثبوتها، يعني زيادة في إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا وكان الله عليما حكيما مثلا، ليس المعنى كان الله عليما حكيما أن هذا شيء يعني زال، وإنما القصد أن هذا شيء اتصف الله سبحانه وتعالى به، إثبات قدم هذه الصفة ورسوخها وثباتها وعدم زوالها. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. فمن عقيدة أهل السنة إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وأسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام
في الحديث قال إيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما أنزله في كتبه ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، وأن من أسماء الله تعالى ما علمه الله تعالى لبعض خلقه دون بعض. فإذا كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قالوا المعنى هنا إن لله تعالى 99 اسما، يعني من بين أسمائه 99 اسما لها هذه الخاصية أو هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله منحصرة في 99. يعني قال يذكر شراح الحديث يقول كما لو قال شخص مثلا له يعني 1000 درهم مثلا وقال عندي 1000 درهم أرصدتها لكذا مثلا، فهذا ليس معناه أنه ليس عنده سوى هذه الألف يعني، ولكن يعني عنده 1000 درهم من بين دراهمه يعني لها مزية معينة أو لها حكم خاص بها. فلله تعالى إن الله 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. ما هي هذه الأسماء 99؟ فبعض شراح الحديث يقول أي 99 اسما ثبتت لله تعالى في الكتاب أو السنة، فمن أحصى 99 اسما، أي 99 اسما ثابتة في الكتاب والسنة من أحصاها دخل الجنة. والبعض يقول يعني هي 99 اسما من بين الأسماء التي أطلعنا الله تعالى عليها في كتابه الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الظفر بها فعليه أن يجمع الأسماء الواردة لأنها ستكون من بين هذه الأسماء. واجتهد كثير من أئمة السلف في إحصاء 99 اسما من أسماء الله تعالى. يعني الحديث الذي فيه عد الأسماء قال شراح الحديث هذا مدرج، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام الوليد بن مسلم رحمه الله أحد رجال السند يعني من أئمة الحديث، هو الذي أدرج هذا في الحديث يعني، لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرواية التي في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقط، بس هذا انتهى الحديث. لكن الرواية التي فيها هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، فهذا يعني مدرج في الحديث يعني ليس من أصل الحديث. لكن ليس معنى هذا أن نرفض يعني هذه الأسماء، يعني هذه الأسماء مدرجة هي من كلام بعض أئمة السلف يعني الذين يعني اجتهدوا في استنباطها، فحتى وهي مدرجة يعني لا منع من إيرادها والانتفاع بها، وهي أسماء يعني اجتهدوا في استنباطها من الكتاب والسنة. لكن القصد هنا أنه يعني لا يلزم انحصار الأسماء في هذه الأسماء المعينة، يعني قد يرد في بعض الأحاديث الصحيحة أسماء أخرى غير مذكورة فيها. فمثلا يعني نفس الرواية التي فيها عد أسماء الله تعالى هي عدة روايات في الحقيقة، يعني كل ما تنظر في الروايات تجد يعني كل رواية فيها أسماء ليست في الأخرى، وكل هذه الروايات ينقصها بعض الأسماء مثلا التي وردت في القرآن، مثلا مثل مثلا اقرأ وربك الأكرم مثلا، فتجد أنه ليس فيها اسم الأكرم مثلا. هتقول طيب ما موجود الكريم، استجد هم عدوا يعدون مثلا الرحمن والرحيم، ويعدون مثلا الغفار والغفور، فيعني والواحد والأحد، يعني تجد العد يعني أحيانا عدة أسماء مشتقة من مادة واحدة ويعدونها عدة أسماء. فإذا كونهم ذكروا الكريم لا يمنع ذكر الأكرم. وكذلك هناك من أسماء الله تعالى يعني الحديث ليس فيه يعني لا يلزم أن تكون الأسماء كلها أسماء مفردة، قد تكون أسماء مركبة
يعني حتى في الزيادة التي في عد الأسماء مثلا، فتجد فيها مثلا مالك الملك مثلا أو ذو الجلال والإكرام، فأحيانا أسماء تكون فيها مضافة مضاف إليه، هي الأسماء المضافة الإضافة نوع من التركيب. فقد يكون الأسماء الأسماء المركبة أو المضافة. فإذا مثلا عالم الغيب والشهادة مثلا، فيكون هذا مثلا من الأسماء، وهكذا رب السماوات والأرض مثلا. فذكر يعني اسم الرب أصلا غير وارد في بعض في روايات الحديث في التي فيها تفصيل الأسماء، مع أنه من أسماء الله تعالى الرب، وكذلك من أسمائه نفس هذا الاسم الرب مضافا إلى غير ذلك يعني. ومن هذا نعلم يعني خطأ وضلال يعني بعض المعاصرين. في واحد من المعاصرين يعني ألف كتابا، هو يعني اجتهد بطريقته واستخرج 99 اسما وعمل منها يعني قضية، يعني أخذ يقول يعني أن الأسماء التي هو توصل إليها هذه فقط هي أسماء الله، أي واحد يثبت أي اسم غير الأسماء اللي هو ذكرها فهذا يعني إلحاد في الدين وضلال وانحراف ومش عارف كذا، ورفع قضية على الأزهر وقضية على مش عارف كذا، يعني هذا من يعني الضلال والخبل يعني. في أهل العلم اختلفوا كثيرا، الحافظ ابن حجر استخرج أسماء، والشيخ ابن عثيمين استخرج أسماء، وقبله من السلف جعفر الصادق، ويعني كثير من الأئمة تجد تاريخا طويلا كل إمام يعني يجتهد في استخراج بعض الأسماء من الكتاب والسنة، بعدين هو وضع قواعد يريد أن يلزم الناس بها أن الأسماء لا تشمل الأسماء المضافة. لماذا لا تشمل؟ وبعدين يقول لا تشمل الأسماء التي وردت في الأحاديث الحسنة، بس الأحاديث الصحيحة. طب لماذا في الأحاديث الحسنة؟ وبعدين أصلا الأحاديث التي هو يعني اعتمد عليها على أنها صحيحة هو قلد مثلا بعض من صححها، لكن يوجد آخرون حسنوا بعض ما صححه هو وصححوا بعض ما حسنه هو يعني فهو يريد حصر الأمة في اجتهاد هو اجتهده، وجعل يعني أي مخالف له يعني في ضلال وفي كذا بجهل يعني وخطأ. فالقصد يعني أن هذه من اجتهد يعني بطريقة صحيحة واستخرج أسماء من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة ومن الحديث الحسنة، و يعني طالما استدل عليها سواء كانت مفردة أو مركبة فاجتهاده محترم وكذا، لكن لا نجزم أن هذه هي بعينها يعني المقصود، نقول هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا تنحصر الأسماء فيها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث. الاسم الأعظم أيضا ورد فيه اختلاف، بعضهم قال هو الحي القيوم يعني مركب من هذين الاسمين، وبعضهم قال هو مركب من كلمة التوحيد مع الحي القيوم، أو من كلمة التوحيد مع يعني ما ورد في سورة الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أثنى على الله تعالى بما في سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فدل على أن هذا الدعاء هو مشتمل على الاسم الأعظم. وكذلك عندنا حديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. فالعلماء نظروا في هذه الصور ما هي الأسماء التي لم ترد إلا في هذه الصور الثلاث، فوجدوا الحي القيوم، يعني اجتماع هذين الاسمين لم يجتمعا معا يعني إلا في هذه الصور الثلاث يعني. ولكن في حديث آخر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبعدين ذكر الآية الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالإمام ابن القيم رحمه الله له طريقة يعني قال يعني الذي توصل له أن اسم الله الأعظم
يعني أنه من أراد يعني أن يصيب اسم الله الأعظم يجمع هذه كلها يعني. فإذا أراد أن يدعو الله تعالى فيقول إيه؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الحي القيوم، فيجمع يعني كلمة التوحيد مع اسم الرحمن الرحيم مع اسم الحي القيوم مع ما ورد يعني من صفات في سورة الإخلاص أو كده. فإذا جمع ذلك يعني يكون قد جمع اسم الله الأعظم إن شاء الله. وقال حتى ابن القيم قال يعني وهذا مجرب يعني أنه ما دعا به يعني داعا بهذا إلا استجب، الله تعالى أعلم يعني. طيب، والإلحاد في أسماء الله تعالى، حذر الله تعالى من الإلحاد في أسمائه، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله يشمل أنواعا يعني وأصنافا، منها نفي الأسماء عن الله وإثبات أسماء لله لم يسم بها نفسه، ويعني مثل النصارى يسمون الله تعالى الأب وكذا، وتعالى الله ما يقول، ويسمون الله بأسماء يعني لم يسم بها نفسه. فإذا نفي الأسماء أو نفي ما دلت عليه الأسماء من الصفات، لأن الأسماء الله تعالى يعني تتضمن صفة لله سبحانه وتعالى، لذلك هي حسنى، لو كانت مجرد ألفاظ فقط لا معنى لها لما وصف الله تعالى بأنها الحسنى. فمذهب السلف الصالح وطريقة أهل السنة أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن وصف الله تعالى بما فيها من الصفات، فاسمه الكريم يتضمن وصفه بالكرم، اسمه العليم معناها أن من صفته العلم، وهذا غير طريقة المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن أسماء الله سبحانه وتعالى أنها مثل أسماء المخلوقين، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيزعمون أن أسماء الله مثل أنها مثل أسماء المخلوقين. يعني المخلوق قد يتسمى بأسماء وهذه الأسماء لا تدل على صفته، يعني فتجد المخلوق قد يسمى كريما وهو بخيل، أو عادلا وهو ظالم، أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعالمية تنافي الوصفية يعني في أسماء البشر، أو يعني لا يلزم منها الوصفية، يعني يكون الاسم هذا علم على الشخص، هذا معناه أنك لا تقصد أن تصفه بما في هذا الاسم من الصفة، وإنما تقصد فقط أنها علم على ذاته. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وصفات أوصاف لله سبحانه وتعالى، فالعليم هو متصف بالعلم، الصفة التي تضمنها الاسم، وكذلك ما يلزم منها أيضا، يعني مثلا القدير والعليم والبصير لا يكون إلا حيا مثلا، يعني بعض الأسماء يلزم منها القدرة، يلزم منها الحياة، يلزم منها أنه إله معبود سبحانه وتعالى. فالاسم الذي اشتقت منه الصفة نثبته، وكذلك ما يلزم أيضا من الصفات نثبته لله سبحانه وتعالى. فإذا من الإلحاد في أسماء الله نفي معاني الأسماء، يعني إما نفي الأسماء كما تقول مثلا الجهمية يقولون ليس بسميع ولا بصير، وكذلك الذين ينفون المعاني يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما هو طريقة يعني كثير من المعتزلة، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك منه تسمية المعبودات الباطلة بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى، بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى، كما فعل مشرك العرب في الجاهلية، سموا معبوداتهم اللات والعزى ومناه، اشتقوها من اسمه تعالى الله، واشتقوا من العزيز العزى، واشتقوا من المنان مناه. فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه بهذه الأسماء، هذا أيضا من معتقد السلف، أن الله تعالى هو سمى نفسه لم يسمه خلقه، لأن المعتزلة يزعمون أن البشر هم سموا الله تعالى بهذه الأسماء. فالله سبحانه وتعالى عاب آلهة المشركين، قال إن هي إلا أسماء سميتموها،
أنتم وآباؤكم. فآلهة المشركين هم سموها هم وآباؤهم، فكان هذا عيبا لها ونفيا لألوهيتها، كيف يكون إلها وهو مفتقر في تسميته إلى غيره؟ فالله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه سبحانه وتعالى. وكيف يكون إله وصف نفسه بصفات سماها المعبود؟ سبحانه وتعالى كيف يكون ذلك؟ صحيح. فهنا يقول وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصفات العلى من العلو يعني التي بلغت كمال العلو. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل يعني لم يزل متصفا بها بهذه الصفات، ولم يزل متسميا بهذه الأسماء سبحانه وتعالى. معنى لم يزل يعني إثبات إيه؟ أن هذه الصفة قديمة لله سبحانه وتعالى، والاسم قديم لله سبحانه وتعالى، ليس محدثا، ليس أنه يعني كان في وقت معطلا وبعدين اتصف أو تسمى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فهنا يثبت إيه؟ يثبت يعني تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فيثبت صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى وكلم موسى تكليما، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فيثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الكلام هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، يعني لم يزل متكلما سبحانه وتعالى بما شاء سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما بما شاء سبحانه وتعالى. فليس كلام الله تعالى مخلوقا من المخلوقات، لأن يعني أهل البدع الذين خالفوا طريقة السلف منهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في غيره، خلق الله تعالى الكلام في غيره، فيزعمون أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام أنه تكلمت به الشجرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم موسى سبحانه وتعالى، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى. فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته سبحانه وتعالى، يعني لا خلق من خلقه، الكلام هو صفة من صفات الله. لذلك يعني كان معتقد السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت الإمام أحمد رحمه الله لما أراد الخلفاء من المعتزلة أن يجبروه على أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن هو كلام الله، وعندهم أن صفة الله تعالى مخلوقة، ومذهب السلف أن الكلام أن يعني جميع صفات الله سبحانه وتعالى الكلام على الصفات كالكلام على الذات، الكلام على الصفات كالكلام على الذات، أو الشأن في الصفات كالشأن في ذات الله سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا يقال لها مخلوقة ولا توصف بأنها مخلوقة، فصفات الله سبحانه وتعالى كذلك لا توصف بهذا. فالله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة لا يقال في شأنه سبحانه وتعالى إنه مخلوق، فعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه كل صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ومن طريقة السلف أيضا أنهم يقولون في صفة الكلام، يقول كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، وحادث ليس معناها مخلوق، حادث ليس معناه مخلوق، ولكن الحدوث شيء والخلق شيء آخر. الحدوث بمعنى أن الكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بها في الوقت في وقت معين،
يعني الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به في ذلك الوقت فسمعه موسى عليه السلام، والكلام الذي سيكلم الله تعالى به عباده يوم القيامة فسيتكلم الله تعالى بهذه الكلمة المعينة في ذلك الوقت المعين في يوم القيامة. وكل يوم جمعة في الجنة يكلم الله تعالى المؤمنين ويكلمونه، وفي غير ذلك يعني مما يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يتكلم به سبحانه وتعالى. وتكلم الله تعالى بالقرآن الكريم، فكان يتكلم الله تعالى به ويسمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وينزل ويتلوه على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يكلم جبريل بالأمر وينزل يكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الكلمة المعينة يعني هذا معنى حدوث الأحد، يعني أن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها أو سيتكلم بها في الوقت المعين الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن صفة الكلام نقول إن كلام الله قديم، قديم النوع، يعني أن الله تعالى لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى، لم يزل يتكلم، لم يكن معطلا عن الكلام في وقت من الأوقات، فلم يزل يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء سبحانه وتعالى. الله كلم سيدنا محمد مش كده؟ نعم، وكلم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، ففي هذا اليوم المخصوص وفي هذا الوقت المخصوص يعني عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه الله تعالى وفرض عليه الصلوات الخمس، وورد أنه سمع من رب العالمين سبحانه وتعالى آخر آيتين من سورة البقرة، ورد في الحديث أنه تلقى آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى بغير واسطة. يعني هل هذا ينافي يعني سماعه من جبريل؟ يعني قالوا أن جبريل عليه السلام كان يعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كل سنة، فهو يعني سمعه من جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وسمعه أيضا من رب العالمين مباشرة، يعني فيكون هذا يعني في سند القرآن، يعني السند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين في هاتين الآيتين بالذات، يعني هذا في علو لهذه الأمة يعني قيمة هذه الآيتين. نعم طبعا هذا في فضل لهاتين الآيتين ومنزلة عظيمة له، يعني فهاتين الآيتين يعني خاصة تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى بلا واسطة، يعني بالإضافة إلى سماعه من جبريل، يعني ليس هذا منافيا يعني ولا معارضا. فإذا الله سبحانه وتعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم يوم المعراج بكلام معين في ذلك اليوم المعين، فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. وكلام الله سبحانه وتعالى في مذهب السلف الصالح أنه بصوت وحرف، وورد في الحديث قال فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله سبحانه وتعالى يناديهم، ينادي الخلق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أو من قرب كما يسمعه من بعد، فالجميع يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وورد أيضا في سماع الملائكة صوت الله سبحانه وتعالى كسلسلة أو كجر سلسلة على صفوان، صفوان اللي هو الصخر الأملس، وكجر سلسلة على صفوان. فقالوا هنا قال شراح الحديث يعني المقصود تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، المسموع كلام الله تعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفته، ولكن السماع لو سماع المخلوق لكلام الله فهذا فعل العبد اللي هو سماع المخلوق، الله خلقكم وما تعملون، فالمخلوق يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا كسماعه يعني سماع الملائكة لهذا كسماعهم جر سلسلة على صفوان، يعني المقصود إيه؟ أنهم يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى عاليا، يعني يسمعون صوته سبحانه وتعالى يعني عاليا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس المقصود تشبيه المسموع بالمسموع. هو جعلوا هذا مثل حديث
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فليس المقصود تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر أو بالشمس، ولكن تشبيه رؤية الله، رؤية العبد الله سبحانه وتعالى كرؤيته القمر أو الشمس. والشمس والقمر تريان في جهة العلو، يعني يرفع فوق العبد ويرفع إليه بصره، فكما يرى الشمس ويرى القمر فوقه ويرفع بصره، فرؤية الله سبحانه وتعالى كذلك فيها يعني رفع الأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، ففيه هذا المعنى. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل يعني ظهر نور الله سبحانه وتعالى للجبل، أو كشف الله تعالى الحجاب عنه سبحانه وتعالى للجبل، فتجلى للجبل فصار دكا، يعني تفتت الجبل وانهار الجبل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى له، انهار هذا الجبل يعني واندك فتفتت من جلاله، من عظمة الله سبحانه وتعالى. يشير إلى الآية الكريمة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سيدنا محمد لم يرى الله. هل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يره؟ وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى ربه، ومن حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريد. وكان هناك خلاف يعني بين أم المؤمنين وابن عباس في هذا رضي الله عنه. قال: وأن القرآن كلام الله. وأن القرآن كلام الله، والدليل على أن القرآن كلام الله قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، فإذا هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفته غير مخلوقة. قال: ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فينفد. فالقرآن ليس بمخلوق، يعني ليس مخلوقا، فيبيد يعني فيهلك، ولا هو صفة لمخلوق فينفد يعني فينتهي. فالكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا القرآن باق، يعني لا ينفد يعني باق، وكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفد سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، ولا هو صفة لمخلوق، وإنما هو صفة الله سبحانه وتعالى. بعدها يأتي الحديث عن الإيمان بالقدر. ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، لا نريد نشق عليكم اليوم، إن شاء الله نكتفي بهذا، ونبدأ غدا إن شاء الله من عند والإيمان بالقدر بإذن الله تعالى. اليوم خلي راحة شوية.
طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.